نعم طلاب الآن، البنية الفنية لنص الشاعر حسان بن ثابت وكان الفتح. نعم نلاحظ السؤال الأول بالبنية الفنية. حدد من المقطع الثاني كلمات التي تنتمي إلى الحقل المعجمي لكلمة القتال. طبعا مر معكم من سابق الحقل المعجمي، يعني إلى ماذا يدل عن القتال، أو أي كلمة تدل على القتال في أين في المقطع الثاني. عندما نحدد المقطع الثاني أو البيت الثالث أو البيت الخامس، فنحن مجبرون على الاختيار من المقطع أو البيت المحدد. أما عندما نقول اختر الكلمات التي تنتمي إلى الحقل المعجمي لكلمة القتال في النص، أي كلمة في النص صحيحة، ولكن عندما نحدد ننتبه قالوا في المقطع الثاني. المقطع الثاني هو من البيت السادس إلى البيت الثامن، السادس والسابع والثامن. نعم، كل كلمة في المقطع الثاني تدل على القتال فنريد أن نذكرها. نعم، الكلمات جندا عرضتها اللقاء البلاء. نعم، اثنان جاءت الألفاظ جزل ولين إلى ما ترد ذلك، أو لماذا يهدف الشاعر في ذلك. نعم، الجواب اثنان انتشار الإسلام الذي هذب النفوس واعتناق حسان بن ثابت له وتأثره بمعاني القرآن الكريم وألفاظه. نعم، السؤال الثالث تلازم الفعلان الماضي والمضارع في بعض الأبيات وتفرد المضارع في بعضها الآخر، ما علاقة ذلك بمعاني الأبيات؟ نعم، استخدم الماضي للحديث عن ما تم وانتهى فكان خاليا من الحركة، واستخدم المضارع للدلالة على الحركة والقوة والثبات والاستمرار. السؤال الرابع بالبنية الفنية، أسلوب التعبير طبعا، استخدم الشاعر الطباق لإيضاح فكره، استخرج مثالين من الأبيات. من يعرف لي الطباق؟ المرة معكم في الصف التاسع. نعم مروة، أستاذ إنه كلمة وعكسها؟ صحيح. نعم طبعا الطباق هو من علم البديع، هو فرع من علم البديع. علم البديع هو فرع من البلاغة. البلاغة تقسم إلى بيان وبديع وعلم المعاني. طبعا علم البديع هو من علم البديع، فرعه الطباق، من فروعه الطباق. نعم مروة، أستاذ يهجو أو يمدح؟ نعم صحيح، نعم صحيح صحيح. طبعا الطباق هو مجيء كلمة وعكسها في نفس البيت أو في نفس النص، أي كلمة وعكسها يسمى طباق. قريب، بعيد، طويل، قصير، جميل، قبيح، أي كلمة في لغتنا العربية وعكسها في نفس البيت أو في نفس النص. عندما يحدد الأستاذ منكم صيغة السؤال مثلا في النص تأتون بكلمة وعكسها، أما في البيت دققوا، عندما يكون مثلا في البيت مثلا الرابع يقول في البيت، فأنتم مجبرون في البيت الرابع أن تستخرجوا طباق. نعم نعم استاذ هلا قاعد تقول كلمة عكسها، استاذ كلمة عكسها مو طباق تام وفي طباق ناقص كمان. محمد تكلم عن الجناس، هناك الجناس التام والجناس الناقص. الجناس غير الطباق، الجناس هو توافق الكلمات بالأحرف وترتيب الأحرف وتأتي بغير معنى، يعني تكون نفس الكلمة أو بغير معنى. يعني مثال درس اللغة العربية يكون في يوم السبت، ونتحاسب
في يوم القيامة. يوم السبت يوم من الأيام. أما يوم القيامة في اليوم الموعود مثال قلنا عندما نذكر القيامة في يوم موعود. فيوم هنا يوم القيامة، هنا جناس تام نفس الأحرف يا واو ميم يوم، وهنا يوم هنا جناس تام. ذكر الكلمة نفس الكلمة يعني بمعنى آخر بمعنى هذا الزمن، نسخ لصق، ننسخ الكلمة ونلصقها ولكن بغير معنى بموضوعين. الجناس الناقص يكون اختلاف بحرف، يعني مثال يوم ويود، يوم لوم، يكون في اختلاف في ترتيب الأحرف في حرف واحد، مثلا هنا ياء يوجد هنا واو بدلا منه، هنا جناس الناقص. نعم محمد استاذ بسلق، احنا بالتاسع عرفنا انه الطباق التام هو ذكر الكلمة وعكسها، اما الناقص انه في كمان طباق ناقص هو انه ذكر الكلمة ونفيها. استاذ ما هو هيك اسمه طباق ايجابي. محمد هذا اسمه طباق سلبي وطباق ايجابي. الطباق الايجابي هو ذكر الكلمة وعكسها، اما الطباق السلبي هو ذكر الكلمة ونفيها. نعم صحيح كامل، كان يريد أن يقول هكذا. نعم أحسنت كامل، هذا اسمه طباق إيجابي وطباق سلبي. نعم في علم في الدروس القادمة سوف نأخذ العلم البديع أكثر ونوضحه إن شاء الله لكم أكثر. تمام محمد؟ إيه تمام أستاذ الله يعطيك العافية. نعم استخدم نرجع إلى البنية الفنية السؤال الرابع. استخدم الشاعر الطباق لإيضاح فكره، استخرج مثالين من الأبيات. استخدم الطباق لإظهار الضد وجمالية التصوير كقوله فشركما لخيركما الفداء، جعل أبا سفيان فداء للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الطباق هنا في الشر والخير، هنا بعكس كلمتان بعكس بعضهما. أيضا من يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم منكم ويمدحه وينصره سواء. هجاء ومديح، يهجو يمدح. أيضا هنا لدينا طباق، لدينا أيضا طباق. السؤال الخامس، اعتمد الشاعر في قصيدته على النمط البرهاني، مثل لذلك من النص مبين دلائله مستعينا بالفائدة البلاغية الآتية. طبعا في القادم إن شاء الله أنماط الكتابة مهمة، نعم نمر عليها إن شاء الله، النمط البرهاني، النمط التفسيري، نعم إلى آخره. نعم نمر الآن نحن أمام النمط البرهاني. استخدام أدوات الربط، نلاحظ السؤال الخامس، استخدام أدوات الربط، قال إن لم فإما تعرضوا وإلا فاصبروا، هنا أدوات الربط. إثبات الفكرة بالبرهان، عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقعة، لا فائدة من خيولنا وجيادنا إن لم تكون قوية وباسلة في المعركة. الدفاع عن الفكرة بتفنيد المآخذ عليها، الدفاع عن فكرة وجلب برهان بعكس ما قيل أو بتكذيب ما قيل في الهجاء، مثلا في كما قال المشركون في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، أتهجوه ولست له بكفء، فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء. نعم هنا نستخدم النمط البرهاني في قصيدتنا وكان الفتح. طبعا المستخدم الرئيس هو حسان بن ثابت. نعم الآن فائدة، نلاحظ
النمط البرهاني هو أسلوب في الكتابة يهدف إلى إقناع المخاطب بوجهة النظر التي يتبناها الكاتب أو إنكارها، فيعتمد على الاستقراء أو الاستنباط والقياس أو الجدل، مستخدما أدوات الربط المنطقية والسببية مثل لأن نظرا إلى بالمقابل بينما لذا لذلك إلى آخره، متجنبا التصوير والابتعاد عن الانفعالات، مستندا إلى الحجة والبرهان والأدلة بأنواعها، مستخدما أدوات الربط المنطقية، ويتطلب عرض الفكرة، بيان فوائدها، بيان المآخذ عليها، الدفاع عن الفكرة بتفنيد المآخذ عليها، إثبات، طبعا تفنيد أيضا تأتي بمعنى إنكار، وخامسا إثبات الفكرة ببرهان والاستدلال وتأييدها بالحكم والأمثال أو الأقوال المأثورة أو الأحاديث الشريفة أو القرآن الكريم أو الشعر. نلاحظ سمات الأسلوب البرهاني: ظهور الألفاظ ووضوح التراكيب، تقليب الفكرة على وجوه مختلفة من اللفظ، توثيق الشواهد والأدلة، تجنب التصوير إلى ما لا يلزم يعني عند اللزوم، تجنب التصوير إلى ما يلزم للتوضيح الفكر وإبرازها. نعم، نلاحظ الآن سمات الأسلوب البرهاني: سهولة الألفاظ ووضوح التراكيب، تقليب الفكرة على وجوه مختلفة من اللفظ، توثيق الشواهد والأدلة، تجنب التصوير إلى ما يلزم لتوضيح الفكر وإبرازها. نعم، هذا النمط البرهاني. يرجى الانتباه إلى نمط البرهاني، يرجى الحفظ، يرجى أيضا الاحتفاظ به بورقة لأنه يمر في قادم الأيام إن شاء الله. الآن في الأسلوب التصويري، في قول الشاعر: لساني صارم لا عيب فيه، وبحري لا تكدره الدلاء. الآن صورة بيانية، طبعا لساني صارم، شبه الشاعر لسانه بالسيف، فهنا لدينا تشبيه بليغ. المشبه، نوع التشبيه بليغ، المشبه لساني، المشبه به صارم بمعنى السيف القاطع. القيمة الجمالية للتشبيه: إظهار الثبات والقوة، إظهار الثبات والقوة وإيضاح المعنى وإثارة الخيال أيضا. صحيح. نعم طلاب، رأينا البنية الفنية للنص من قصيدة الشاعر حسان بن ثابت وكان الفتى.